مرحبا شباب، اليوم وياكم احنا بجولة اخرى في سيدني بالداون تاون سيتي سنتر. اليوم الاربعاء 10، باقينا 3 ايام نرجع لفانكوفر. الجو اليوم همينة شوية ملزق، اليوم رطوبة وشوية غيوم، مفروض الشمس تطلع بعد 3 ساعتين 3. هذا فت كوفي شوب فوقوقو مشهور اسمه باتش السيتي، كوفي مالته كلش طيبة، جربناها هاي القعدة حلوة، الجو طيبة، كلها اوفيسز هنا، عمارات تلاحظون هاي عمارة الأخرى هنا. فراح ننطلق نتجه إلى فد ستريتش جوا بعد هذا اللي تشوفون هذيك يم ذيك العمارة المفروض في البيلدينج. طبعا هاي أول مرة أنا أتمشى هنا هسه حاليا، فيعني أنا مثل التايه مثل ما يقولون، بس راح نشوف المنطقة اللي قدام المفروض حلوة، فيها ستريتش على البحر وكوفي شوبات وبيلدينجز وغيرها، كلها الداون تاون كلها حلوة. هسه مثل ما تشوفون يعني كوفي شوبات كلش هواية عندهم لاحظت، والكوفي مالتهم كلش طيبة. هذا نظر الكوفي شوب يعني أشجار السايكس عندهم بكثرة جدا، الجو مالتهم كلش يساعد وفي رطوبة جيدة تساعد على النباتات انه تظل خضرة وتنبت وتزهو في شوارعهم. Another coffee shop, another a church. Oh my god, look at that. هذا بورتيكو. هذا بورتيكو بعد عمارة. All the style. Church. Sure, they are cool. Man, it's already. الساعة 10 إلا ربع. يعني هذا السيتي والله نسوي لنا في الفيديو بسيط أول 5 دقائق ننزل على الاسترتش جوا. هذا ايزي مارت بكل المزعبلات موجود عندهم بكثرة كل مكان. انزل. عمارات والله فخمة يعني نفس مثل ما تشوفون يعني كلها offices. هذا الاسترتش المفروض احنا ننزل. هذا شنو هذا؟ تيني ساندويتش بار. ماكو ما تلحق. الشوارع نظيفة جدا، هاي ملاحظة كلش قوية عليهم في سيدني، الشوارع جدا نظيفة يعني ما اعرف باوع مثل ما تلاحظون. هاي هسه احنا بالسيتي يعني القى المفروض يعني ان شاء الله، بس ما شاء الله يعني نظافة جيدة. خلينا نوقف العمليات التصويرية لفترة من الزمن. ها فتح الأخ. شوارعهم طبعا همين بيها، شوارعهم بيها صعدة ونزلة أيضا، مو بس فلات، عندهم صعدة ونزلة والسوالف. ما أعرف بعد مننا إذا إحنا نقدر نشوف الهاربر بريدج او لا، ما ادري، بس اعتقد احنا راح نتجه من ديك الصفحة ونشوف نشوف البحر مفروض. هاي المعالم اي 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 حلو والله لطيف. لاحظ بوادر الشمس لا تطلع منها. هسه المفروض احنا ننزل من هنا، نشوف راح نعبر من هنا. زين هسه احنا جينا من فوق اخويا، مش فارغه يعني، صح السيتي بس فارغه، هم فارغه
يعني مو ازدحام كتل بس ما اعرف السيستم مالتهم فظيع يا اخي. ما لا هذا ننزل نشوف هنا انا اعتقد الناس لو نشوف اعتقد هذا الاستريتش زين خلينا نوقف نرجع مره الاخ نستكشف شكوش ماكوش. اوكي اوكي سو هو هذا البليس اسمه بارانغارو بليس هذا المكان هم كوفي شوب هارت هم كوفي شوب هوبي كوفي هون يا هو هذا الديستنيشن مالتنا بارانغارو بليس هذا بارانغارو ساوث بنتجه عليه والله معالم حلوة العمارات الاركيتكس كلش حلو باع النظافة يا الله باع النظافة النظافة رهيبة رهيبة العمارة اللي فوق شوف هاي الفقرة جيد حلوة ماك تفضل another هاي عمارة سكنية بارانغارو افنيو هو هذا الافنيو مالتهم العظيم هسه راح ننزل لاحظ هاي اللحظة جيت حلوة restaurant شوف هذا الجانب من ورايا شوف هاي العمارة It's a nice stretch. Oh, I could have shoot, I could have sighed. Could have mazle. La halut lafra hadi. It's a harbor. Could have bought a top gun on now. Ferries, my ferries. Yeah. Nice walk. بس هذا كله ينتهي للنهاية معك كله هارتون كوك كروز هذا كروز الأخ هنا الكروز يعني أقدم من السلام عليكم خرب عرض جيل قديم هذا على ذا جاكسون ضايج من نفسه شوف طبعا هاي يسلم لي عليها باللي شو تصير هنا أنا. أو بعد يعني أسأل إنه الساعة 9 أو 10 الصبح ف بعدهم شغالين أوفيسز وما أدري منو بعدها معالقة الاركيتكس مالتهم حلو مرتب يا هذا تصور لما هنا عالقة حتى الصوت تصير شنو هذا الهابي اور 3 تو 6 وبعدي هذا الوحدة تعلق هنا تصير اكشن من هذا زين زين هذيك تلوكس لايك انه شغلة سكنية ابارتمنت اوكي مرة اخرى هذا نفس البارانغارو هاربر بس from the other side this is the east side Look at those high-rise building. Beautiful. Mr. Octopus. Yes. Are you okay then?
It's a nice building, I like that. Yeah. Sydney Festivals 2024. راح نصعد نكمل جولتنا من الصفحة الثانية، وبعدين راح نرجع إلى الداون تاون من الجهة الثانية. هذا الفيو من هنا رهيب، حركة قوية وحلوة مال تورست. بوتات تشتغل 24 ساعة، فيريات تشتغل، كروزات تشتغل، بيزي، بس بيزي مو بشكل إقبال، يعني بيزي شيء سموث مثل ما يقولون سموث. alright خلصنا هذه، راح نكمل الجولة من الصفحة الثانية مع تحياتنا. الريحة تخبل.